رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في عمان بعد 13 عاما من إخراجه منها إلى قطر وبرفقة ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني. مشعل التقى خلال زيارته العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بحضور الثاني الذي يقوم بوساطة بين الطرفين. أكد مشعل بعد اللقاء على رفض حركة حماس لموضوع الوطن البديل للفلسطينيين في الأردن رفضا قاطعا، وتشكل الزيارة رغم قصرها نقطة تحول في العلاقات الصعبة بين عمان وحماس والتي تدهورت بعد إبعاد الأردن 5 من قادة حماس بينهم مشعل إلى قطر العام 1999. يبدو أن شعرة معاوية التي كانت تربط حماس بالأردن لم تنقطع، إذ أن العلاقات ما بين الطرفين بدأت تأخذ مسارا جديدا بعد لقاء جمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بحضور ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة الأولى رسميا بعد قطيعة دامت نحو 13 عاما. الحمد لله في افتتاح عام 2012 يعني وأخيرا دشنا هذه البداية الطيبة المباركة بلقاء جلالة الملك عبد الله، وإن شاء الله تتلوها صفحات طيبة في علاقة متينة تخدم المصلحة الأردنية كما تخدم المصلحة الفلسطينية. الأردن يريد أن يبعث برسائل يعني إيجابية لكل هذه الأطراف، وحماس تريد أن تعيد علاقاتها مع الأردن، لأن الأردن بالنسبة لحماس يعني ساحة بالغة الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنها. جملة رسائل بعث بها مشعل من عمان عقب اللقاء الذي وصف بالإيجابي، ودشن عهدا جديدا بين حماس والأردن، لا سيما تلك التي تؤكد موقف الحركة من إسرائيل. حركة حماس ترفض رفضا قاطعا كل مشاريع التوطين والوطن البديل، ونصر على استعادة الحقوق الفلسطينية غير منقوصة لتكون فلسطين هي فلسطين والأردن هي الأردن. مشعل أكد أن حماس حريصة على أمن واستقرار الأردن ومصالحه. زيارة مشعل الرسمية يرى فيها البعض أنها زيارة مهمة كسرت جمود العلاقات السياسية بين حماس والأردن، لا سيما وأن حماس تبحث عن صيغة معينة لوجودها على الأراضي الأردنية، خصوصا بعد وصول الأزمة في سوريا إلى مرحلة لا عودة. عماد عضال إم بي سي عمان. وينضم إلينا من عمان المحلل السياسي سلطان حطاب. سيد سلطان مساء الخير، بداية اعتبر هذا اللقاء تاريخيا ويفتح صفحة جديدة، ما طبيعة هذه الصفحة الجديدة؟ ما هي مقاييسها؟ في كل المنطقة يعاد إنتاج كثير من العلاقات الآن، هذه إعادة إنتاج علاقة المملكة مع حماس بعد قطيعة طويلة، الطرفين بحاجة لبعضهم البعض، وهناك رسائل من جانب حماس للأردنيين في كلمة مشعل موجهة أن حماس حريصة، حماس ضد الوطن البديل، ضد التوطين، مع عودة محق اللاجئين في العودة. هذه رسائل تطمين للأردنيين الذين يتحفظ بعضهم على عودة حماس أو على مثل هذه الزيارة، عودة الابن. وبالتالي الآن الرسائل أيضا من الجانب الأردني في للإخوان المسلمين في الأردن باستقبال خالد مشعل في فتح صفحة جديدة ودودة واحتوائية لما يمكن أن يفكر فيه الإخوان المسلمين في الأردن من تصعيد. وبالتالي نعم. الطرفين كلاهما يرسل رسائل، الأردن الرسمي يرسل رسائل للشارع الإخوان المسلمين، وزعيم حماس أو قائد المكتب السياسي رئيس المكتب السياسي يرسل رسائل للأردنيين في أنه لا وطن بديل، لا توطين، الحفاظ على أمن واستقرار الأردن. أيضا التزم خالد مشعل لولي العهد القطري بأن تحافظ حماس على حالة أمنية لا اختراق للحدود الأردنية، الحفاظ على الاتفاقيات الأردنية الدولية مع إسرائيل ومع غيرها بمعنى احترامها، وأيضا عدم المساس بأي مسائل تتعلق بالسيادة والأمن الأردني. كل هذه الالتزامات قامت، وبالتالي هناك فتح صفحة، هناك إعادة توظيف للأوراق
يعني حماس بعد خروجها من سوريا هي ورقة. الأردن يهمه الملك معني تماما بمسألتين: المصالحة الفلسطينية وتعزيزها من أجل تخصيب عملية السلام وجعلها عملية قابلة للحياة ومتوازنة حتى لا تبقى إسرائيل تهيمن عليها. حين يلتقي الفلسطينيون معا وتنتج مصالحة يستطيع الفلسطينيون أن يجلسوا على طاولة مفاوضات أكثر تماسكا وأكثر قدرة على ترجمة حقوقهم. الملك يحتاج إلى هذا الآن في ظل هذه الظروف، وخاصة في ظل انهيار معسكر الاعتدال العربي الذي سقطت منه مصر، وبالتالي لابد له من إعادة توزين الخطى وإعادة الموضع في الحالة السياسية. وبالتالي هو يستقبل حماس، وكان من قبل قد ذهب إلى رام الله، هو يتعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير باعتبارها قائد الشعب الفلسطيني، يتعامل مع حماس باعتبارها فصيل وطني فلسطيني. نعم. ويريدها أن تكون في إطار منظمة التحرير. نعم. لكنه أيضا كان يريد ضمانات وقد توفر. عذرا، نفهم منك بأنه لها علاقة بالذي يحصل من لقاءات استكشافية بين الفلسطينيين والإسرائيليين والدور الذي تلعبه الأردن في هذا الموضوع؟ نعم، الأردن يريد أن يعزز مفهوم المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بثقل أفضل، وأن يرسل رسائل لإسرائيل على أن استمرار هروبها للأمام وإجهاضها لعملية التفاوض وتفريغها من مضمونها هذا لا يفيد، وبالتالي لابد من إضافة فلسطينية، إضافة الثقل الفلسطيني في هذه المفاوضات حين تأتي حماس إلى الأردن، وحين تدخل في إطار منظمة التحرير، وحين تنجز المصالحة. حتى خطاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل تغير، هو يتحدث عن مقاومة شعبية منذ فترة وليس عن مقاومة مسلحة، يتحدث عن تفاهمات ويحرص على المصالحة مع الرئيس محمود عباس، لا يضع نفسه في خط موازي له، وإنما يريد أن يكون جزء من منظمة التحرير أو جزء من المصالحة أو من الحكومة الوطنية الفلسطينية المستقبلية. سيدي، هل نتوقع أن إعادة فتح مكتب حماس في الأردن؟ لا أعرف، لكن حتى الآن تؤكد كل الأطراف خاصة الأردنية الرسمية أنه لا فتح لمكاتب حماس. أعتقد أن هذا الجهد الذي حدث من جانب تطبيع العلاقات بين الطرفين لعب الأمير علي بن الحسين الذي كان موجودا في الاجتماع دورا كبيرا فيه. غابت الحكومة، لا أعرف لماذا لم تكن موجودة في الاجتماع الذي جرى عقده في الديوان الملكي بحضور أعضاء المكتب السياسي وعلى رأسهم خالد مشعل وأبو مرزوق وأعضاء آخرين، وأيضا حضر من الجانب الأردني رئيس الديوان، وأيضا حضر إلى جانب الملك الأمير علي ابن الحسين الذي بذل جهودا كبيرة في أن تكون هذه اللقاءات بهذا المستوى. شكرا جزيلا لك سيد سلطان حطاب، المحلل السياسي من عمان.